هنروح للاعب التاني وهو المغربي وليد ازارو. اسباب رحيل وليد ازارو عن الاتفاق السعودي وتجربه الدوري الاماراتي، السبب هل كاد من النادي ولا هو كان ازارو نفسه حاب اللي هو يعني يخوض تجربه جديده؟ طيب خلينا نتكلم برضو ان وليد ازارو اسم كبير برضو، هداف من هدافين النادي الاهلي المصري، علامه اتسجلت داخل النادي الاهلي، مفيش حد من الجمهور هينسى وليد ازارو في يوم من الايام من جماهير النادي الاهلي. لما انتقل وليد ازارو للدوري السعودي انتقل في يناير 21، موسم 21 22 اللي هي جت فيها احداث الكورونا لو تتذكر. اه طبعا. لعب كان المفروض وليد ازارو يبقى 6 شهور اعاره او 5 شهور اعاره، وبعد كده تم شراؤه او شراء عقده من قبل نادي الاتفاق السعودي من النادي الاهلي المصري. وليد ازارو لعب مع نادي الاتفاق حوالي 51 مباراه، يعني هنقول بالظبط لعب موسمين مع نادي الاتفاق السعودي. كان باقي في عقده حوالي 4 شهور او 5 شهور مع نادي الاتفاق السعودي. بعد كده ان وليد ازارو مثلا مع تغيير المدربين ما بقاش حاسس ان هو وليد ازارو، كان بيلعب بصفه اساسيه، يعني ما جاش في ماتش وقعد احتياط. تمام. كان من افضل من بالنسبه للطرفين ان يتم، وليد ازارو كان عنده عروض درسناها مع بعض من ضمنهم نادي الشباب السعودي. تمام. طب وايه اللي حصل؟ ما راحش الشباب السعودي ليه؟ اللي حصل ان العرض كان جاي في اخر فتره، يعني كان حوالي فاضل 3 4 ايام على غلق باب الانتقالات للفتره الشتويه، تمام. فضاعت كتير حاجات في المفاوضات، ضاعت يعني حوالي من يومين 3 ايام. وكان عندنا نادي عجمان تجربه جديده في دوري جديد، مسؤولين محترمين، قلنا ليه لا نخوض التجربه دي. وكان عقد، يعني ما كانش اللي هو الفتره الزمنيه كبيره، كان هيبقى الفتره المتبقيه من الموسم يعني حوالي 5 شهور ماشي، ومن بعديها وليد ازارو يبتدي يشوف العروض اللي موجوده او المتاحه ويتم دراستها بشكل يعني في تأني، انت فاهم قصدي؟ طيب خلال الفتره الماضيه كان في كلام ان نادي الزمالك بيتكلم عن وليد ازارو، وفي نفس الوقت كان في كلام ان بيراميدز عايز وليد ازارو. هل في مفاوضات حصلت من الزمالك او بيراميدز او من وكلاء، ولا الكلام ده برضو عادي تمام من الصحه؟ انا جالي كلام كتير على وليد ازارو، لحد الان بيجي لي كلام مع وكلاء انديه مصريه في الدوري المصري على وليد. من انديتي بالظبط تحديدا، يعني انت عارف انديه القمه، انت فاهم قصدي؟ ماشي، ما احنا عايزين نعرف يعني هو انديه القمه اهلي زمالك بيراميدز بالظبط. جالي من يعني مش لا استبعد النادي الاهلي شويه، لان النادي الاهلي بالنسبه لازارو ده بيته، وهو قال يعني انا بالنسبه ليا ان انا بكون كامل التقدير والاحترام لمسؤولين النادي الاهلي، وبعد النادي الاهلي ما فيش. وليد عنده عروض حاليا من الدوري القطري ومن الدوري الاماراتي، لان باقي له في عقده. يعني انت معنى كلامك، هقطع كلامك، معنى كلامك ان لو جاله عرض بخلاف الاهلي والزمالك مش هيجي احتراما للنادي الاهلي؟ كل شيء وارد، انا ما اقدرش اقول، ولا انا ولا اي حد ما يقدرش يقول لا مش هيروح. في ناس بتكلمني كل يوم. من مين؟ من انديه ايه بالظبط؟ يعني الكلام للزمالك ولا البيراميدز؟ انا في وكلاء بيكلموني من بيراميدز والزمالك وانديه تركيه وانديه اماراتيه وانديه قطريه، مش الدوري المصري بس. تمام. ولكن الفكره هي بالمناسبه وليد ازارو عشان داخل هو كمان الفتره الحره في شهر 1. تمام، هيبقى خلاص لاعب حر. الفترة الحرة هيكون باقي له 6 شهور يحط له ولا هو حق. ولا هو ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي؟ ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الحالي، بس الفترة الحرة بتبتدي من شهر 1.